لجنة التحكيم تحيطكم علما بأن قد حصل يوم 23/6 في مركز بول حالة عنف في رئيس المركز الدكتور علي شريف عشر. قد اعتاد عليه أحد الممتحنين وأصابه في ساقه الأيمن، ونقل الدكتور إلى إنجمينا في إحدى مستشفيات إنجمينا للعلاج. ونطلب من السلطات الإدارية المدنية والعسكرية التعاون في سير الامتحانات، وعليه أن الامتحانات ستستمر في مركز بول، ولكن امتحانات يوم 23/6 قد أجلت إلى يوم السبت مساء وإلى الأحد صباحا. كما تطلب لجنة التحكيم من جميع رؤساء المراكز التحلي بروح المهنة والحذر والجد في العمل في أداء مهمتهم النبيلة الوطنية.